أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أما الآن إلى موضوع حلقتنا لليوم وهو سكر الحمل وتأثيره على الأم والجنين مع الدكتور عبد السلام الهيالي. أهلا بك دكتور، طبعا طبيب سكري، يسعد صباحك وأهلا بك. يسعد صباحك. بداية قبل ما نطرق في الموضوع يعني بشكل أكثر ونتوسع به ونحكوا على قصة الصيام وكلها، لو تعطينا فكرة بسيطة جدا على أو تعريف ما هو سكر الحمل. تمام، هي احنا في بدايه الحلقه تعرفنا ان في انواع لمرضى السكري، في نوع واحد، في نوع ثاني، او في النوع الثالث اللي هو سكر الحمل. عاده سكر الحمل يجي للمراه الحامل، يعني يتزامن مع الحمل بتاع المراه، فيصير في اختلال في السكر، يرتفع السكر عندها نتيجه الحمل. في اسباب يعزو ارتفاع سكر الدم في المراه الحامل لوجود هرمونات نتيجة الحمل، وهذه الهرمونات اللي هي تفرزها عادة المشيمة اللي عند المرأة تفرز هرمونات مضادة لعامل الأنسولين، ففي الحالة هذه زي ما قلنا بتسبب عندها ارتفاع في مرض السكر. هو يعني هل هو نفس الأعراض ومضاعفات السكر العادي، مجرد أنه هو جاي مع فترة الحمل؟ أيضا لو تقول لنا حتى متى يتم اكتشافها في فترة الحمل تحديدا؟ تمام، عادة طبعا في تحاليل روتينية تديرها المرأة أثناء الحمل متاعها. تمام، يعني زي ما قلنا في بداية اكتشافها للحمل عادة يكون مثلا في الشهر الأول مثلا أو في الشهر الثاني، وبعدين عندها زيارات روتينية لدكتور النساء والولادة باش تتابع عندها الحمل متاعها والصحة الطبية للجنين. ففي الحالة هذه في تحاليل عادة نديرو فيها مثلا زي تحاليل الدم، من ضمنها تحاليل السكر والضغط، أهم الحاجات اللي هي ممكن تأثر على صحة الأم أثناء الحمل. فمعظم الفترات اللي يصير فيها اكتشاف زي ما قلنا يعني في أسبوع 24 أو أسبوع 20، يعني اللي هو اللي يصير فيها ارتفاع السكر ويصير فيها اكتشاف إن المرأة عندها احتمالية يكون عندها سكر حمل. ففي الحالة هذه يعني بتحليل روتيني، وزي ما قلت لك إنه هو واحدة من الحاجات اللي مفروض تندار، وهي يعني تندار بطبيعة الحال. بهي سألتي أنت على الأعراض، الأعراض نعم. عندنا إيه الأعراض متشابهة، يعني في يعني لا تفرق شيء على السكر الآخر، السكر الموجود يعني نفس الأعراض، إيه اللي هي مثلا تحس بالعطش، بالصداع، بالفشل، بالوهن، هذا كلهم بكثرة دخول للحمام، كثرة شرب المية، هذه كلها الأعراض نفسها في مرضى السكر حتكون نفسها متزامنة مع سكر الحمل. نعم، ما مدى تأثير الصيام خصوصا أننا نحن حاليا في شهر رمضان على المرأة الحامل؟ هل لي أي أثار سلبية عليها وعلى الجنين؟ تمام، شوفي بهي حيكون في تأثيرات، لكن التأثيرات مش حتكون ملحوظة لو كانت هي مثلا منظمة في الأكل الغذائي، لأن عادة زي ما قلنا سكر الحمل حيكون مصاحب لتغيرات هرمونية نتيجة الحمل. أكيد. فباختفاء الحمل أو بانتهاء الحمل هتختفي الهرمونات اللي هي كانت مصاحبة لفترة الحمل، ففي احتمالية كبيرة أن سكر الحمل حيختفي مع بهي. في شهر رمضان مثلا لو زامن شهر رمضان في شهر الكريم نحن موجودين فيه حاليا، ومثلا كان عند المرأة سكر حمل، ففي الحالة هذه زي ما قلنا التحكم في النظام الغذائي للمرأة حينقص من مضاعفات اللي ممكن تصاحب اللي هو مرض السكر في الحالة هذه. بمعنى آخر زي ما قلنا الهبوط نتيجة إن هي مثلاً ما أخذتش كويس، أو ارتفاع في السكر نتيجة إن هي مثلاً أخذت وجبة دسمة ولا حاجة زي هذه، فهذا كله حيأثر على الجنين بصورة ما. يعني كيف تقدر ان هي تتعامل يعني لما تكون صايمه تتعامل مع السكر؟ يعني خلينا نقوله فتره الافطار، هل في شيء معين من الاغذيه ان هي تتجاهله باش انه ما يصيرش لا هبوط ولا حتى يكون في ارتفاع؟ تمام، في الحاله هذه عاده شوفي مريض السكر لازم يقسم الوجبات بتاعه، ما ياكلش وجبه مثلا، او مثلا اللي عنده ارتفاع في سكر الحمل ما ياكلش وجبه واحده اللي هي وجبه الفطور. يعني وجبه الفطور عاده تتقسم عليه وجبتين باش ما يصيرش ارتفاع سريع في السكر الدم. يعني عادة لو كانت مثلا عندها وجبة تنقول اللي هي مثلا الإفطار الصايم اللي هي عادة تمر مثلا وحليب، هذه تعتبر اللي هي كربوهيدرات بسيطة حتتكسر بسرعة وحيستفيد منها الجسم، خاصة أن فترة الصيام مثلا توصل 12 ساعة، فهي في البداية حتكون كويسة. بعدين تاخذ مثلا الوجبة الثانية اللي هي مثلا شربة وشوية حاجات ثانية اللي هي موجودة، لكن زي ما قلنا ما تكترش بس في الإفطار، تقسم وجبة الإفطار عليه مرحلتين، يعني مثلا تفطر مثلا مع الساعة 8:30 أو 9، وبعدين مثلا الوجبة الثانية يعني تكمل لو عندها مثلا نية تاكل أو
يعني مفروض حتى لو ما عندهاش تاكل شوية بس على الأقل تحافظ على نسبة السكر في الدم بمعدل كويس. تمام. وبعدين تجي فترة السحور اللي هي عادة المفروض اللي يفضل لأي مريض سكر سواء كان سكر حمل أو مريض سكري إنه يأخر في السحور يعني لأقصى لوقت ممكن. تمام. بس على الأقل يعني يكون فترة الصيام اللي بيواجهها يكون يعني واخد وجبة كويسة. لو إنه خذ شيء وأخر في السحور حيحتفظ الجسم بتاعه بالشيء لفترة أطول. بكمية طاقة اللي هي لما بيكسر مثلا الكربوهيدرات حيكون مصدر طاقة كويس. احنا قلنا مثلا عندنا اللي هي كربوهيدرات معقدة وكربوهيدرات بسيطة. كربوهيدرات معقدة تكون الأفضل إن الإنسان يأخذها في فترة السحور باش على الأقل تكون له مصدر طاقة لفترة طويلة. يعني حتى تكسيرها ما تتكسرش بسرعة فتاخذ مثلا 6 ساعات. 6 ساعات باش تتكسر وتعطيه مصدر طاقة فهذا كله حيحميه من مرحلة هبوط سكر في أثناء الصيام. المعدل الطبيعي ليه في فترة الصيام كم يكون من المفترض؟ يعني من 70 لـ 110 120 بالكثير. هذا الرينج طبيعي. المرأة الحامل يفضل يقول لك باش ما تأثرش على الجنين. تمام. يعني يكون موازن بين 90 والـ 100 هذا الرينج اللي المفروض يكون مثلا للمرأة أثناء الصيام. المرأة الحامل بس حافظ على الجنين زي ما قلنا لأن ارتفاع السكر للمرأة الحامل حيكون في شوية مضاعفات على الجنين. فهي مش المضاعفات تكون تمام. المضاعفات طبعا نتيجة زيادة السكر في جسم الأم حيمشي للجنين نوع من التغذية. ففي الحالة هذه الجنين حياخذ كمية كبيرة من التغذية كمية كبيرة من السكر فحيصير له مثلا ياخذ كمية سكر كفاية لي أو فوق طاقة أو فوق احتياج البيبي فيصير له تتخزن السكر على شكل دهون. فهنا حال البيبي حيكون شوية ضخم حيكون يعني في الولادة مرات تتعسر شوية أو مرات يضطروا إنه يديروا عملية قيصرية في الحالة هذه. تمام. هذه واحدة من الأسباب. الأسباب الثانية اللي هي احتمالية إنه يصير إجهاد مبكر للبيبي نتيجة زي ما قلنا مثلا تغيرات هذه نتيجة الحجم واحد فيعطي إيحاء إن البيبي وصل لمرحلة اللي هي الماتيوريتي يصل لمرحلة إنه مفروض مثلا يولد فيها فيصير اللي هو نوع من الإجهاد المبكر أو الولادة المبكرة. هذه واحدة من الأسباب. الثانية الأسباب السبب الثالث حتى هو المضاعفات إن المرأة نتيجة ارتفاع السكر حيصير في معها مصاحب التهابات مسالك بولية وهذه حتى هي واحدة من الأسباب اللي هي ممكن تؤدي إلى إجهاد أو ولادة مبكرة للجنين. نعم. فهذه كلها مضاعفات. طبعا لو كان اختلال السكر في المرحلة الأولى مثلا نقول طبعا هذا كله مثلا لو قلنا في الأسبوع احنا قلنا من 20 لـ 24 يبدأ يتكون عند المرأة مثلا سكر حمل. لكن لو كان مثلا المرأة عندها سكر من البداية وهي مثلا ما كانتش تعرف تمام فهنا حيكون مرات لا قدر الله في تشوهات حتى على الجنين أو في شوية اختلالات مثلا في أعضاء متاعها. نعم. كيف نقدروا نتفادوها هذه؟ يعني في بعض الأشخاص بالفعل يعني ما عندهمش علم إن هم عندهم مرض السكري إلا بعد زي ما قلت في فترة إن هي تعرف روحها حامل في بعض الفحوصات تكتشف الشيء هذا. كيف إن هي تقدر تتفادى إن ما يصيرش أي تشوهات؟ هل في شيء معين يصير أو يندار من خلال لما هي يكون عندها الطبيب باش إن هي تتفادى كل هذه التشوهات أو هذه المشاكل؟ تمام أو مضاعفات اللي تكلمنا عليها كويس. تمام. عندنا طبعا احنا توا اتكلمنا نوعين من الناس من مرضى السكري. الناس اللي عندها سكر حمل او اكتشفوا ارتفاع السكر في الحمل. تمام. وفي ناس زي ما قلنا انهم عندهم سكر من قبل. تمام. يعني الناس اللي عندهم سكر من قبل وماشيين مثلا انهم راح تحمل واحد فهنا البلاننج اللي هو التخطيط انه هو الحمل لازم فيه طبعا شويه تحاليل بتديرها المراه الحامل باش تعرف انها روحها ان هي صحيا تقدر تحمل تقدر تنجب من غير مضاعفات من غير شيء. فهنا تتحكم في النظام الغذائي نتاعها والعلاج اللي تاخذ فيه. هذه النوع الاول. النوع الثاني اللي هي مثلا المراه الحامل اللي اكتشفت ارتفاع سكر اثناء الحمل نتاعها ما كانتش تعرف يعني ما اخذتش فرصه ان هي تجهز روحها للحمل فهذا هنا يجي كونسيدنس مع الحمل نتاعها يعني هي نتيجه الحمل ارتفع لها السكر. فهنا زي ما قلنا حتبدا في المرحله الاولى ان هي تحافظ من ناحيه الاكل نتاعها وهذا مهم جدا المراه انها يعني ما تاكلش الاكل اللي فيه سكريات هلبه لان قلنا المضاعفات هذه كلها نتيجه ارتفاع السكر حتصير مضاعفات اللي تكلمنا عليها. فلو المراه الحامل تحكمت في السكر نتاعها في رينج معين اللي هو زي ما قلنا مثلا للصائم بين 90 والـ 100 او 110 والفاطر المفروض ما يفوتش 160 في حالتها هي تمام او لل 180 يعني
فهنا المضاعفات اللي ممكن تصير للبيبي حتقل بصوره كبيره. تمام، هذا النوع الحاجه، يعني الحاجه الاولى نقدر نديرها زي ما قلنا نتحكم في النظام الغذائي متاعي. الحاجه الثانيه اللي هو مرات تضطر انها تاخذ علاجات انها تنقص السكر نتاعها، يعني لو النظام الغذائي نتاعها اللي دارتها او اللي مثلا قالوا لها الطبيب انها تديرها تنقص منها مثلا كميه السكر، قاعد الاشكاليه لا قاعد السكر نتاعها مرتفع، يعني هي بدات تقلل في السكر واحد لكن الاشكاليه قاعد السكر عندها مرتفع، فهنا تضطر انها تاخذ شويه ادويه يعني علاجات سواء انسولين او حبوب. تمام، ففي الحاله هذه انت بتحاول كيف تنقص السكر الزائد في جسم الام بالعلاجات الوقائيه اللي هي المفروض تاخذها. ايضا كيف تقدر ان هي تتجاوز المراه الحامل مرحله ان زي ما نعرفوا ان بعض الاشخاص يعني يجيها سكر فتره الحمل ويستمر معها حتى لبعد الولاده، يعني يكون معها كمرض مزمن، كيف ان هي تتجاوز ان المرض هذا مجرد فتره حمل وبعدها خلاص ينتهي؟ تمام، زي ما قلنا ما هو احنا ذكرنا ان قلنا في شويه هرمونات تفرزها اللي هي البلاسينتا اللي هي المشيمه عند الام تضاد عامل الانسولين في جسم الانسان. فهنا يصير ارتفاع في السكر. أول ما ينتهي الحمل فيتنحى العامل هذا أو السبب اللي كان مسبب في ارتفاع السكر اللي هو زي ما قلنا الهرمونات اللي هي مصاحبة للحمل. تمام، لو كان السبب هذا، لو كان السبب إن هم الهرمونات مصاحبة للحمل هي السبب الرئيسي حيختفي بعد الحمل، لكن لو كان السبب الثاني إن هو نظام الغذائي متاعها أو هي عرضة إن تكون مريضة سكر أو اللي هو النوع اللي تكلمنا عليه إن هو ما قبل السكري، يعني في الحلقات السابقه تكلمنا على حاجه ما قبل السكري، فاحتماليه ان المراه تكون عندها علامات او مؤشرات ان اعراض ما قبل السكري، ففي الحاله هذه هي تغيرت من ما قبل السكري الى مريضه سكر ويستمر معها السكر في ما بعد الحمل. ايه، فهنايا لازم تحاول كيف تغير من نمط الحياه، يعني هو عاده زي ما قلنا نتيجة السكري معظم الرئيسي والسبب الرئيسي في النوع، في النوع الثاني يكون لايف ستايل، نوع طبع الحياة، طبع الحياة متاعنا يعني خاصة احنا في القرن 21 شوية ما فيش نشاطات، ما فيش اكتيفيتي، واحد ما يتحركش هلبة، يعني بحكم ان الشغل كله واحد ديك شبه ما نتحركوش هلبة، ما نبذلوش في رياضة، الأكل الموجود شبه أكل غير صحي، العادات السيئة للإنسان نفسه، مثلا احنا عندنا عادات سيئة في نوعية الأكل، في عدم ممارسة الرياضة، ما نمشوش هلبة، ما نتحركوش هلبة، فهذه كلها عوامل مساعدة أن يكون عند المريض سكري. فهي كانت بدت مثلا أن هي تصحح من الحاجات هذه في ما بعد الحمل على الأقل بممارسة الرياضة، أو ما نبوش نقول رياضة نقول المشي بس، وأنا نأكد على في كل حلقة أن الإنسان الطبيعي أو اللي عنده مثلا شوية مرض سكري أو مرض سكري لازم يتحرك أو على الأقل يمشي، ما يبدلش أي حاجة غير يمشي بس لمدة 20-30 دقيقة في كل يوم أو يومين أو 3 أيام في الأسبوع، فهذا ينف لي إن شاء الله مع الوجبات المنتظمة اللي هي الغذائية زي ما قلنا، إنه ما يكترش في السكر، ما فيش الدهانات هلبة، مثلا ما فيش اللي هو الأكل الدسم اللي نديره فيه إحنا أو في رمضان مثلا أو ما بعد رمضان، اللحوم الزايدة، العادات اللي هي هذه هي كلها السيئة اللي هي حتساعد إن هي السكر متاعها ما ينزلش. احنا طبعا حكينا على الارتفاع اكثر من ان في بعض الاشخاص يعني المراه الحامل تحديدا في منهم اللي تعاني من هبوط بشكل يعني كبير في خصوصا خلال فتره الصيام وشهر رمضان، كيف ان هي تقدر تتجاوز هذا الشيء؟ تمام، شوفي بهي، يعني هنايا ان هي زي ما قلت انت عندها هبوط بمعنى اخر، هذا ماليش علاقه بي، يعني مش ما نقولوا ندوش عليه نقولوا مرض السكري، لان مرض السكري تعريفه هو ارتفاع مش هبوط. الهبوط اللي يصير لمرضى السكري يا معظم نتيجة رهبة للمريض نفسه، هو خايف انه ممكن السكر يرتفع له فهو يخش فيه، اللي هو الاعراض الجانبية اللي هو هبوط، او العرض الجانبي نتيجة العلاج اللي ياخذ فيه تكون الجرعة شوية زايدة وهو ما كلاش كمية غذائية كويسة مقابل العلاج اللي اخذه فيصير له هبوط. تمام، بس نقول ان المرأة الحامل اللي كان عندها مثلا هبوط أو صاحبها هبوط وهي كانت حامل، هذا حتى هو نوع من التغيرات الهرمونية، خلينا من اللي نقوله مثلا مش نقارنه بالإنسان الطبيعي حتى هو يسبب له هبوط، لكن المرأة الحامل تمام اللي صار لها هبوط، الهرمونات اللي تفرز خلال الحمل كلها تنقص في الضغط الإنسان، فهنا يعني هبوط الضغط حيصحبها مرات هبوط في السكر، في نفس الشيء
المرأة الحامل طبيعة الحمل والهرمونات اللي بتصير لها تغير تفقد الشهية للأكل. ما طبعا في أعراض تانية اللي هي مثلا لا قدر الله القيء والحاجات التانية، فهذا كلها مسببات إنه هو يصير لها هبوط سكر أكثر من أي شيء تاني. فهنا كيف تتفادى بالطريقة هذه اللي هي زي ما قلت لك تأخذ كمية سكر يكون كافي لها أو على الأقل يقاها، خاصة في الصيام إنها تأخذ كمية سكر يقاها إنه ما يصير لهاش هبوط في مرحلة الصيام. نعم، شكرا لك دكتور عبد السلام على كل هذه المعلومات.